Run. السلام عليكم، كان لكم صباح الخير. النهاردة يوم 29/4 وهبدأ امتحاناتي، وانا كذا جدا ومستمتعة جدا. دي اول مرة امتحن اونلاين، وكمان خاصة همتحن من البيت. النهاردة عندي امتحان لغة العربية، اهي كتبي موجودة معايا وكرستي خلاص، هكتب فيها النقطة اللي انا محتاجاها. يلا بينا نبدأ. Hello, dear viewers and whoever is watching that video. النهاردة بالإنجليش عشان عندي امتحان إنجليش. أوكي، النهاردة يوم 2/5 وعندي امتحان إنجليش أو ليفل. زي ما انتم شايفين أنا مجهزة كتبي كل حاجة، هدخل على المنصة دلوقتي. هل تأمنون بنظرية داروين؟ النهاردة عندي امتحان بيولوجي. أنا طبعاً I will mate كل الحيوانات ببعض ونطلع نتائج جديدة، بس خلاص خلاص امتحان النهارده وانا متحمسه جدا عشان الامتحان. يلا نبدا المنصه، انا خلاص كتبت الكود، يلا بينا. مصر كانت زمان وسط قارات العالم القديم، لكن بعد الاكتشافات الجديده عرفنا ان هي مش وسط بالظبط. لكن دلوقتي انا هيبقى عندي امتحان جغرافيا، ويلا بينا. لا مش الان. بونجور بون ماتيني، النهاردة عندي امتحان فرنسي يوم 29/5/2020. يلا بينا نبدأ. ادعوا لي. النهاردة يوم 11/5، عندي امتحانات أولى ثانوي، امتحان الماث. ادعوا لي، هدخل على المنصة دلوقتي. امتحان 3 ساعات. تحدث كي أعرفك، مقولة الفلاسفة الشهراء طبعا. النهاردة يوم 13/5 وعندي امتحان فلسفة، وهبدأ الامتحان دلوقتي. انا خلاص كتبت الكود. احنا عارفين عندكم 5% بس ده كتير، وطبعا ده بفضل الفيزيكس. دلوقتي عندي امتحان فيزيكس النهاردة يوم 16/5/2020. يلا نبدأ. دعواتكم ليا. صباح الخير، النهاردة يوم 18/5/2020، احنا لسه في شهر مايو وفاضل امتحان النهارده اللي هو امتحان التاريخ، وبكره بعد بكره ان شاء الله اخر امتحان. سمعتوا عن السيران المجنحه؟ طبعا سمعتوا في العراق، ودلوقتي انا همتحن فيها. فيلا عشان نبدا. باركولي باخر امتحان النهارده، عندي امتحان كيمستري كمان ساعه ونص، هبقى في ثانيه ثانوي. النهارده انا بخلص امتحانات اولى ثانوي، وكمان ساعة ونص هبقى في ثانية ثانوي، أنا مش مصدق. يلا عشان نبدأ امتحان الكيمستري. ران. أخيرا خلصت امتحان النهاردة، ومش بس خلصت امتحان الكيمستري، أنا خلصت الامتحانات كلها. أنا دلوقتي في ثانية ثانوي رسميا، وما قال أنا مش مصدقة. غير كده انا رسميا عندي 16 سنة. كل سنة وانتم طيبين، فاضل يومين تقريبا على العيد الفطر. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم، بما اننا خلاص بنخلص رمضان. وكل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليك وعلينا. انا خلصت امتحان اولى ثانوي سنة 2020، امتحاناتي اونلاين من البيت، والحمد لله تمت بخير. شكرا لكم لمتابعتكم، باي.